مره تانية، وده كان كلام الكابتن عادل اللي حضراتكم كنتوا لسه هتبتدوا. طيب كابتن اسلام بعد اذنك، كابتن اسلام عشان هربوا بس النقطه ما بينه ما بين كلاتنبرغ وما بين فوتور بيريرا. اوكي كابتن عادل بس يكمل كلامه عشان هو اكيد. اتفضل يا كابتن. كره القدم صناعه والحكام جزء من كره القدم. تمام. لو ما صرفتش عليهم كويس مش هتطلع حكم كويس. هو نفسه، انا كنت مدرب في الدوري السعودي. لا هو لحظه كابتن، خليني اكمل. هو نفسه كان معانا على السكايب، حكم كبير ومسك الدوري السعودي وانا كنت مدرب في الدوري السعودي. كان لنا كل فرقه ليها اربع حكام اجانب في السنه على حسابنا، اي فرقه يعني. كنا 16 اربع ماتشات فقط، يعني اربع ماتشات في السنه لكل فريق من ال 14 فريق. انك انت تروح تجيب حكم اجنبي. هو نفسه كان بيتكلم على الصناعه ازاي تتعمل، لازم الحكم يبقى متفرغ تماما. تمام. هو قالها بنفسه، قال لك لازم ليه مدرب اولا، مدرب وليه شغل. ما هو مدرب هيدربه امتى؟ ما هكمل. طب اكمل فكرتي وهسكت والله. يرد عليك اللي هكمل فكرتي هكمل فكرتي ومش هتكلم. انا مش بتاع تحكيم، انا مدرب. احنا بنحترمك يا كابتن عادل وانت بتفهم في الكوره طبعا. لا اقول لك حاجه مهمه. اتفضل. لما يقول لك كل حكم ليه مدرب وكل حكم يشتغل على نفسه، لازم يكون فاضي. دي جديده. يكون فاضي، راجل فاضي، ولازم يصرف على المدرب بتاعه او هم اللي يصرفوا على المدرب بتاعه. تبقى صناعه ولا مش صناعه؟ لا صناعه. طالما من غير الحكم كمان لازم ياخد رقم كويس ان هو يحكم بيه، زي ما اللعيبه بتاخد رقم كويس. شوف كابتن البيت الكبير قلنا هذا الكلام. طب بص كابتن، زي ما الحكم والله انا مش هتكلم بعد كده والله. انا بحبك عادل والله. زي ما الحكم، زي ما لعيب الكوره بياخد رقم كبير، الحكم كمان ياخد مش رقم كبير قوي زي ما بنتكلم، بس محترف. على الاقل يبقى محترف. ليه؟ هتضمن ثلاث حاجات. هتضمن انه عاوز يلعب فهيقلل اخطائه عشان يلعب المره الجايه. صحيح. ويلعب المره اللي بعديها عشان يدخل دخل كبير، دخل اكتر زي اللعيب. هو في الاخر قال لك ايه؟ قال لك ان الحكم زي اللاعب. طب مشاركات، هي مشاركات عشان تدي له كتير. طيب يبقى لازم يقلل اخطائه. كابتن اسلام انا هربط بس ما بين اللي قاله اتفضل وما بين اللي اتقال من فوتور بيريرا. اتفضل. فوتور بيريرا قال ان التحكيم عندنا السلطه. السلطه صح. وانا كنت متعمد اساله كم حكم يدير الدوري الممتاز؟ وقال 16. وجهه نظرك هو قال 16 اللي هم جاهزين. جاهزين دلوقتي. هنا في حصل عندنا مشكله كابتن اسلام. الدوري الممتاز، ودي احصائيه انا عاملها على السيستم عندي، ادار الدوري الممتاز كابتن عصام عندنا الموسم اللي فات 49 حكم. وقال المفروض يبقى عندكم 50. من هقول لك بقى المفاجاه اللي جايه. اتفضل. منهم شيمون مارشيناكي اللي هو الحكم البولندي اللي حكم مباراه النادي الاهلي وبيراميدز اللي الاهلي فاز فيها 3-0 بعد نهايه كاس العالم، ومنها سلافكو اللي حكم اهلي وزمالك، هم اثنين حكام اجانب بس. وعندنا محكمه يارا عاطف شاهندا المغربي، يارا عاطف حكمه في الجوله 34 مباراه انبي وسيراميكا. تمام. المفاجاه 49 حكم يا كابتن اسلام، 12 حكم كل واحد حكم مباراه واحده. يا كابتن عصام مباراه واحده، انت متخيل؟ طب هو كلام. هو بيتكلم في ازاي قال لك انا ازاي أنا تقيم حكم ويلعب مره واحده. هنا فيتور بيريرا قال ايه يا كابتن؟ قال انا جاي اعمل سيستم، واحنا مش مع فيتور بيريرا لسه، الراجل ما اشتغلش ولا معاه ولا ضده، ولكن النهارده بنشرح السياسه. احنا الراجل لسه ما اشتغلش فبنقيم اللي قاله. قال انا هختار 30 حكم للدوري الممتاز. صحيح. ودوري المحترفين مجموعه ثانيه، اختار 45 حكم مساعد للدوري الممتاز. طب ليه؟ ايه فلسفته؟ هو قال لك 30 حكم يا ايمن تقدر تدي كل حكم على الاقل 10 مباريات عشان في نهايه الموسم تقيمه تقييم جيد. انما النهارده انا ادي حكم مباراه او ادي حكم مباراتين يا كابتن، طب هتقيمه ازاي؟ صحيح. يبقى انا النهارده فعلا هقيمه برضه عشان بس انتوا عمالين احنا بنقول لا انا بتكلم عشان الناس بتنتقد فيتور في اللي قاله. قالوا لا 30 حكم ما ينفعش، انت المفروض تبقى اكتر من كده. كل واحد دي فلسفه بنقول. فيتور بيريرا كان ليه رؤيه ان انا هدي ال 30 يلعبوا على الاقل 10 مرات. كان عندنا 92 حكم مساعد يا كابتن اسلام. تمام. حكم مساعد. ايمن دجيش لما مسك كان عنده 68، في الدور الثاني حصل ضغط زود 22 بقوا 290، كتير قوي قوي قوي. هو قال لا هيبقوا 45 بس اللي هيديروا المسابقه. طيب. هو مسؤول فيتور بيريرا. احنا النهارده كابتن اسلام راجل ما اشتغلش، مش ضده ولا معاه، ولكن نستنى عشان نقيم شغله نديله فرصه ونساعده
من هنا ونسانده طبعا ونسهل له كل الامور، سواء اتحاد الكره او الحكام تاخد كل ما لديها من مستحقات، ونشوف ايه كابتن عادل اللي هم محتاجينه، رعايه طبيه، مستحقات طبعا، تدريب طبعًا، اهتمام. طب اقول لك على كل الكلام ده اتحاد الكره لازم يوفره كابتن الاسلام عشان تطلب من الحكم الحاجات دي في البيان كابتن. النادي الاهلي كان اول بيان قاله لاخر بيان، النادي الاهلي بيبحث على حاجه واحده بس، الشفافيه والعداله بين الجميع الفرق. رغم النادي الاهلي واخد الدوري والكاس والسوبر، ولكن بيبحث على تحقيق العداله بين الانديه. انا كنت بتكلم مع وده ما حصلش من اي حد، اعضاء مجلس اداره الاتحاد. هسيب حضرتك تتكلم، لكن انا كنت بتكلم مع احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد في نفس الاتجاه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه، ان دي صناعه ولازم يبقى عندنا ناس هي اللي تقدر تصرف. طب فقلت له مثلا، قلت له ايه يا استاذ عصام؟ قلت له هات شركه زي شركه للعربيات للاتوبيسات، الشركه دي تعمل للحكام او تاخد الحكام من عند اتحاد الكره توصلهم لفين يا استاذ عصام؟ للملاعب. للملاعب حتى ابدا في القاهره بس. قال كده مع حضرتك اما قلنا لموزين وبدله ويعمل ايه بقى؟ ويحط مثلا اسم عصام شلتوت اللي هي الشركه، يعني اسم الشركه يحطه على الحكم، ما يدروش فلوس كمان، ما يديش لشركه العربيات فلوس، يدي له خدمه. وبالتالي انت بتكبر شكل الحكام بتوعك، بتكبر بالزبط. الكلام اللي حضرتك بتقوله او اللي قلته في البدايه ان الصناعه دي صناعه مهمه جدا. انا اسف اتفضل يا استاذ كابتن اسلام. احنا عاملين زي اللي بيعمل ماكيت لحاجه عظيمه قوي اللي هي مبنى رائع، وعاملين نتكلم ان لازم نجيب له واجهه ونركب الازاز اللي ما بيضد الرصاص. اوكي. واحنا ما عندناش سكان، يعني احنا بنتكلم في ايه بالظبط؟ احنا عندنا الحكم صناعه ومحترف. مين هو الحكم؟ الحكام في كل العالم مفيش الاحتراف بتاع لاعب الكره اللي هو صحيح. الاحتراف النهائي ده، لانه احنا حتى بناخدها في العناوين. حكم من جهه سياديه كان بيحكم ماتش اهلي على فكره السيزون اللي فات في الشامبيونز ليج، من زمان جزار انجليزي يحكم نهائي كاس العالم بين المانيا والارجنتين. وبالتالي هو عنده جزء تفرغ، لانه حتى هو لو في مؤسسه ممكن ياخد تفرغ لانه براند للمؤسسه. صح. فمش ده الموضوع، الموضوع ان احنا هندي الفلوس دي لمين اذا جبناها؟ يعني عشان يعمل حكام شكلهم، اذا كان احنا من اول اختيار يقول لك لعبه، مفيش في العالم لعبه دي. الراجل قال مدارس التحكيم، الحكام يا كابتن في اوروبا، ويا ريت يعني نعمل مداخله تاني مع الراجل او مع حد اجنبي اخر، زي ما بيروحوا يشوفوا لعيبه الولاد الصغيره، بيشوفوا الولد اللي عايز يحاور ولا يقف جون، اذا لا عنده النيه انه يعني يقرب من الموضوع، انه بيهتموا حتى بالطفل، حتى الولد اللي نازل مع نجم الكوره بيهزر معاه مش زي هنا ساحبه من قفاه وماشي بيه لغايه اما يقفوا كده يترصوا. فالامكانيه هنا انه يعلموا تحكيم في قطاع ناشئين التحكيم يعني؟ طبعا يا كابتن، هو ده بقى اللي يصرف عليه برعاه. لكن انا تجيب لي الناس اللي احنا بنشوفها دي مع احترامي الا قليلا 3 4 اللي هو اصلا اللجنه بيتكلموا بالتليفون. كابتن والثاني يا كابتن ناصر بعد اذنك. طب انا مستني معلش 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 بعد اذنك يعني فضل. تمام. والدليل ان هو بره بشكل وهنا بشكل، مفيش واحد فيهم معاه معجون حلاقه يعمل بيه العشر ياردة، مفيش واحد فيهم اصلا متفق على لعبه، النور يقطع على البتاع اسمه الفار. في كل العالم لازم الحكم ساعة ما يدخل الملعب، ساعة احنا اللي بنعديه. يا باشا بعد اذنك ده كابتن ناصر عباس ما بيطالبش لنفسه، لان هي الحكايه مجموعات ضغط بتحمي مجموعه حكام، دول رجاله عصام ودول رجاله جمال، في ناس تانية في النص تايهه لان عصام وجمال اقوى نموذجين. بس خليني اقول لك، بس خليني اقول لك، لا طبعا حقك حضرتك. انا بقول لحضرتك، انا بقول لك هنا في ايه؟ في اتجاه ان مثلا ان الحكام بلاش الحكام، لو حضرتك في 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 مكانك او في شغلك ما بتقبضش كل اول شهر. لا القبض ده ما حدش منعه. ما هو احنا ما لا ازاي بقالهم 10 شهور لا هم ما بيقبضوش. انا ما بقولكش ان انا ضد ده، بالعكس ده لازم ياخد اعلى فئه. الحكم هو العنصر الوحيد. طيب مش هو اللاعب، الحكم هو العنصر الوحيد اللي لو ما راحش الماتش مش هيتلعب. طب كابتن عصام اللعيبه القايمه فيها 40 ل 35 فبعد اذن حضرتك مش هنصرف في ارض بور. عايز تعمل حكام، كلاتنبرج وحيدا لا يكفي، بيريرا وحيدا لا يكفي، انت محتاج لجنه حكام فيها 3 4 اجانب. هذا الرجل لو كان
عنده 2 3 من بني وطنه يقعدوا في الاوقات اللي بيسافر فيها، ما مش هيرضى يا كابتن. ما هو امال تيفا يعمل ايه، وعبد لطيفه ومحمديكا واحمديكا يعملوا ايه؟ ما لازم يعملوا برضو مجموعات عشان يبقى عنده حكامه والحاجات اللي احنا بنسمعها. وبالتالي انت لازم تغير السيستم ده. انت يا راجل ما حدش بيعرف ينطق 5 طنطقات، ثم مال التنطيق ومال التحكيم عشان تقول لي لعبه نموذج متفرد في العالم انه يكون لعبه دي. واللي بيقول احتراف يقول لي بقى اللعيب المحترف بره ده يحكم باماره ايه لو بيدوا له حتى في الماتش 15,000 يورو؟ ازاي؟ امال الكره بتجيب له كام؟ وبالتالي عشان نعيش التجربه دي صح، لازم لجنه حكام تتحمي، او الراجل ده يكون عايش هنا بيريرا ويختار هو مش اي حد تاني، وما يستشيرش حد تاني 5 6 معاه، ويحكموا قبضتهم على التحكيم. تمام. ويعلن للراي العام مقاييس. تمام. انه اسبوعيا انا بقول لحضرتك عليه مقاييس، يعني اجانب يجيب 6 اجانب مصريين حتى. انا مالي؟ طيب. طب يا كابتن ممكن بقى طب اكمل بس لحضرتك. انا عندي مشروع يا عم في حاجه وانا مضايقك في حاجه نصف. وبالتالي يروح حاطط ايده على التحكيم المصري يعين حكامه، وبالتالي هو بقى اللي يناقش، مش محمد عادل مرة يسمع كلام عصام والمرة التانية الوقت بيزعلان عشان هيطلعوه من القائمة، والتالت يشمموه القائمة، والرابع وهو بيجري يقول لك النور ضرب هنشغلها ستوب ووتش. لابد أن يأتي هذا النموذج المحترف مرة وحيدة زي كل الدول اللي مصر بالنسبة لها أملة لما جابت الناس الأجانب علشان يحطوا طيب. سيستم للتحكيم بدون اي تدخل من يعني اي حد. عايزه فلوس يا نجم؟ عايزه فلوس، عايزه فلوس. طب خلينا بما انه الموضوع لا 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 فلوس نديها للناس دي. لا بس اخر كلمه بس عشان معايا ممكن يعني الاجانب مش لا 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 يا كابتن انت بتبص لها من حته صغيره. ادي الاجانب والمصريين، لكن انا مش هصرف فلوس على الارض والطور. ده الفرق يا كابتن عصام، ده الفرق بين كلامي وبين كلامك. بعد اذنك كابتن عادل، احنا ما عندناش عارفين الحكام في الدوري الانجليزي طبعا يا كابتن، ولكن معانا مدرب تليفونيه بس عشان كابتن عادل بيقلب عليا الناس. بس انا هكمل، انا بقول الناس تقبض. انا بقلب عليك برضه لما يشتغلوا كابتن مش رقابه بس. المشكله يا كابتن عصام مليون دولار يا فندم، وكل حكم في الماتش انا سكت اهو. ماشي خلاص يا بعلي، كل حكم في الماتش 50,000 جنيه، لكن مش دول والله. طيب. ما دول ممكن ثانيه واحده الا 5 6. هسمعك دلوقتي وجهه نظر مختلف، وجهه نظر اللجنه الحاليه.